كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الموكب الرسمي الخاص بالحماية المقربة. الوسائل اللوجستيكية الآن الخاصة بفرق هيئة المرور. متبوعة بالوسائل اللوجستيكية التابعة لفرقة الهيئة الحضرية. يعني كتحتفل المديريه العامه للامن الوطني بذكرى 63 للتاسيس ديالها في واحد الجو كما شفتوا عائلي جدا، وكما لاحظتوا الاستعراضات كانت يعني متنوعه جدا وكان فيها الجديد ككل سنه. كل سنه الحمد لله كيكون عندنا الجديد، لان تحت الرياضه ديال السيد المدير العام للامن الوطني وتنفيذا للتعليمات الملكيه الساميه بتحسين وتجويد الخدمات اللي كتسديها المديريه العامه للامن الوطني المواطنين، فهناك دائما الجديد، دائما الجديد. كما لاحظتوا هذا اليوم في ذكرى 63 كانت عندنا اولا قبل كل شيء يعني البدله الجديده، لا تونيو دو غالا اللي دارتها المديريه على الامن الوطني للموظفين ديالها. لا بالنسبه للحضور الحفلات الرسميه. هناك ايضا كما شفتوا المديريه العامه للامن الوطني يعني حتى احدثت المعهد المديريه العامه للامن الوطني للعلوم الجنائية، هو في حد ذاته هذا يعني إيمانا منها يعني بأهمية يعني العلم في خدمة العدالة ومحاربة العصابات الإجرامية بكل أصنافها. هناك ايضا الفرق يعني لا بريغاد انتي غونغ اللي ارادت المديريه العامه للامن الوطني منها واحد الفرق التدخل السريع للحد من الاجرام العصابات. هناك ايضا يعني شفتوا واحد العرض تناسقي ما بين المديريه العامه للامن الوطني ومديريه العامه لمراقبه التراب الوطني، وهذا في حد ذاته عنده دلاله كبيره كيبين التناسق والتلاحم الحاد اللي بين هذه المديريتين للحد من الجريمه او الارهاب. هنالك ايضا شفتوا بعض العروض اللي هي اول مره كدار في المغرب، وهي يعني كانت مختلطه ما بين الفرق الدراجين والخياله في واحد التناسقيه وواحد الجماليه. هناك ايضا كما شفتوا يعني مشاركه الناشئه لانهما رجال الغد، مشاركه اطفال من مدرسه خالد بن الوليد اللي شاركوا معنا بواحد الوصلات يعني غنائيه وطنيه، وهذا الحمد لله كله كيشرفنا احنا كاسره الامن الوطني، وحنا فخورين بهذه المؤسسه هذه ويعني بال 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 يعني باللو نيفو اللي وصلت ليه. لا من ناحيه يعني كما قلت المديريه العامه للامن الوطني عندها واحد تحول جذري في الفلسفه ديالها، يعني لا في وسائل الاشتغال ديالها، لا في الشكل ديالها، ولا في العمل ديالها اليومي اللي كتوضع المواطن المغربي في صلب الاستراتيجيه ديالها، وكتسهر يعني يوما كل يوم على تجويد الخدمات وادخال التكنولوجيا لخدمه الامن والمواطنين. وهذا كيحتنا حنا كامن كرجال ونساء الامن باش نزيدوا نخدموا بلادنا ونخدموا هاد المواطنين هذا أوفياء لشعارنا الخالد الله الوطن الملك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.